السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ رمضان كريم. والنهارده يا شباب رجعت لكم تاني بسلسله محاكي السوبر ماركت، ولكن يا شباب هدفنا النهارده غير كل مره. هدفنا النهارده يا شباب ان احنا هنعمل كل اللي احنا عملناه في الحلقات اللي فاتت مرتين الضعف. يعني لو انا كبرت السوبر ماركت مرتين، النهارده يا شباب هكبره 4 مرات. يعني النهارده يا شباب هيبقى الحلقه اسطوريه، فتستاهل ان انت تعمل لها لايك وتخليك كوماندو وتنزل تشترك حالا في قناه عبد الماندو وليتس جو. ودينا يا شباب اهوت يا شباب، الحمد لله بدأنا الحلقة بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين هنا يا شباب المحل كده مفتوح، ومعانا هنا يا شباب كمية بضاعة، ومعانا يا شباب فلوس. طبعا انا قعدت العب شوية كده يا شباب خلف الكواليس بحيث ان انا لم فلوس، بس ما كبرتش ولا عملت اي حاجة. بس بقى ايه، معايا حوالي 2000 دولار. طبعا لو دخلنا البنك هنا هتلاقيني ممكن ممكن ادفع الكارد. لو دفعته بدري هدفع 1800، بس انا طبعا هدفع الاقساط اللي عليا الاول يا شباب للكارد، وبعد كده يا شباب هروح ادفع الديون. لازم يا شباب نسدد ديوننا اول باول كده عشان خاطر ايه ما نزعلش، عشان الديون ديت بتتراكم وبنفلس وبنبقى مطلوبين، واحنا مش عايزين نبقى مطلوبين يا شباب على قد ما نقدر. طبعا انا هنا معايا كميه بضاعه بره المحل اسطوريه، ومعايا هنا يا شباب ركات كتير اللي انا جبتها يا شباب الحلقه اللي فاتت فاضيه، فهنحتاج طبعا يا شباب ان احنا نملاها. اصبر يا عم انا بشرح للناس لسه. طبعا يا شباب انتوا طبعا متابعين السلسله، فانتم فاكرين ايه كل حاجه. انا ما زودتش اي حاجه في السوبر ماركت، ولكن يا شباب هدفنا النهارده ان احنا هنشتري تراخيص جديده زي ما انتم شايفين كده اهوت. هنخش هنا وهنخش على التراخيص، نقدر نشتري التراخيص ده وده 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 وكل التراخيص ديت. ولكن يا شباب عاوزين نتاكد، لان انتم قلتوا لي تحت في الكومنتات في تراخيص فيها حاجات محرمه، فانا مش عاوز اشتريها. فشباب دلوقتي انا هشتري التراخيص ده. مثلا التراخيص دوت يا شباب بيفتح لي زيت ومش عارف ايه وحاجات كده. ثواني كده تعالوا شباب نجربه. وده هنا بيفتح لي صودا وحليب ومش عارف ايه واورنج. تعالوا يا شباب نجربه برضو. هبدا طبعا يا شباب فتحنا المحل، الحاجات الجديده في المحل. ممكن كمان يا شباب نشتري ده. اوبا يلا، انا كده تقريبا يا شباب كبرت الدنيا خالص. تعالوا بقى يا شباب نشوف ايه اللي نزل. تعالوا بسم الله نخش على الماركت. او ماي جاد، ده مفيش حاجه ولا ايه؟ لا ثواني، تمام دي كان اخر صف. الصودا نزلت وسيفن وكولا وعصير تفاح وعصير مش عارف ايه ولبن وكولا تاني اللتر والاتنين لتر وزيت زيتون ودقيق بجد ونوتيلا وحاجات كتير يا شباب. ايه سلط ده؟ انا مش عارف، مش فاهم ايه ده بس ما علينا يا شباب. دلوقتي يا شباب هنعمل اوردرات بكل الحاجات. انا مش معايا فلوس صح، بس تعالى يا شباب نعمل بيها اوردرات كده علشان خاطر ايه، هنحتاج بردك منها حاجات كتير. طبعا المحل اسطوري فيه بضاعه كتير، هيقدر يجيب لنا فلوس كتير بسبب ان البضاعه بقت في المحل كتير. بس نحاسب الزباين دي عشان ما تتفش مننا يا شباب. وبعد كده يا شباب ايه، هرجع لكم تاني بعد ما ارص البضاعه ديت. وبعد ما ارص البضاعه ديت يا شباب هجمع اكبر قدر من الفلوس وهنشوف وصلنا لايه. وبعد يا شباب ما عدت العب شويه يا شباب، طبعا انا هنا جبت شويه بضاعه يا شباب، البضاعه جديده. ولكن يا شباب المفاجاه جوه، زي ما انتم شايفين انا جبت كميه بضاعه رهيبه جدا. ما رضيتش شباب اعمل اي توسعات في المحل غير لما نعملها مع بعضينا. طبعا يا شباب حصل كده شويه جليتشات كده معايا، انا الليفل بتاعي عمال يقل مش عارف ليه، ما اعرفش انا عملت مشكله ايه تقريبا يا شباب، علشان اشتريت بضاعه جديده وما جبتهاش المحل. فالناس عارفه ان انا المفروض عندي بضاعه مثلا زي البيبسي والكوكولا، فبتيجي فمش بتلاقي. فطبعا يا شباب خسرت ليفل كتير قوي، الليفل بتاعي قل جامد. بس مش مشكله يا شباب، هنقدر نعوض دوت كله دلوقتي يا شباب ان شاء الله. وهنجيب جبنه ثلاجات هنا علشان نحط فيها ايه الكاكولا والحاجات دي. بس انا ما عنديش مكان في المحل، فانا مضطر يا شباب اكبر المحل. بسم الله الرحمن الرحيم، هنشتري يا شباب التوسعه الكبيره ديت. اوبا حلو قوي. تعالوا بقى يا شباب نشوفها كده فين. ايه ده، هي فين التوسيعه ديت يا جدعان؟ الو الو، انا ورا هنا ورا التلاجات ديت. طب كويس ان هي جت عند التلاجات يا شباب، علشان ايه نحط التلاجات الجديده بتاعتنا هنا علشان خاطر ايه تكفي كل الحاجات ديت. طبعا طبعا التلاجات الصغيره ديت واخده مكان كبير، فانا يا شباب هرصها وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا شباب رصيتها. ثواني بس حاسب الراجل دوت كده علشان واقف بقاله سنتين تقريبا، عشان بس ما يتفش ويمشي. هات يا باشا، هات، عايز كام دولار؟ 7 اتفضل. اتفضل يا حبيبي. ايوه هات يا باشا كل الطلبات ديت. حلو حلو، محتاجين احنا لكل الحاجات ديت يا شباب علشان خاطر ايه نبتدي نعوض الخساره اللي احنا خسرناها. بس احنا ما خسرناش حاجه يا شباب، ده احنا بقى معانا كميه بضاعه باكتر من 10000 دولار يا شباب. شايفين يا شباب ده ايه؟ ده دي ثلاجه، ثلاجه نحط فيها الكاكولا بقى يا شباب. بصوا بقى دي بقى الحاجات الجديده ايه الاسطوريه بقى. هات بس كده، ايوه ايوه، هات بقى ثلاجه تاني كده.
تقريبا انا جايب اكتر من واحده. استنى بس، ايوه تلاجة تاني هي، شايفين يا شباب؟ او ماي جاد، بضاعه تقعد معايا 10 سنين قدام تقريبا. ايوه تلاجتين اهوت. تعالى بقى نجرب نرص هنا ايه السيفن. الله الله يا شباب، بقى عندنا سيفن وسبرايت في المحل، ما كنتش متوقع ان انا ايه هقدر ابصلهم بالسرعه ديت. ولكن يا شباب العمل مصبرة برضو. ده لبن يا شباب، بصوا دي لبن مش بيتشال في التلاجة، ده لبن مجفف تقريبا كده يا شباب. مجفف ايه ده؟ لبن بيتحط بره التلاجة. ما علينا يعني، ده ايه ده؟ ده بقى بقى بيكنج باودر على دقيق على سكر على رز، ده تقريبا كيس رز دوت يا شباب. علينا يعني، بس احنا ايه عايزين نحطه في مكان جديد. حطه هنا مثلا نحطه هنا. ماشي تعالى بس كده يا شباب ايه عشان يديهم اسعار. ده بكام ده؟ ده بستة قبالة. الحاجات دي غالية يا شباب، الحاجات دي طلعت غالية. ده دقيق، ده دقيق رسمي فهمي نظمي. الدقيق دوت يا شباب انا هبيعه ب$7 يا شباب، حلو قوي. طب اللبن دوت بكام يا شباب؟ او ماي جاد ب12، انا هبيعه ب13. يلا مش مشكلة، عندي ما حد حوش. في واحد جه سرق واحدة قبل ما اديها سعر تقريبا. ده عصير التفاح، ده عصير البرتقال، ده في التلاجة، ده بيتحط في التلاجة. خلي التلاجة دي التلاجة ايه؟ عصاير. ايه رأيكم يا شباب في الفكرة ديت؟ ونخلي دي التلاجة كولا، حلو قوي كده، حلو قوي. طبعا يا شباب انا عايز اكبر المخزن. استنوا بس، ده تلاجة تاني. طب كويس والله ان انا كنت جايب 3 تلاجات، علشان ايه؟ يبقى ايه الدنيا ايه حلوة قوي معانا. وبقى كل ده طابور. خلاص يا جماعة مفيش حد بيشتري حاجات من الجديدة ليه؟ استنى بس، ده احنا واحد اشترى علبة لبن، ومبروك عليك يا باشا، انت كسبت معانا جايزة اللبن الكبير. خد يا معلم. ده بيض ده؟ لا مش عايزين كراتين بيض، احنا عايزين يا شباب نبيع الحاجات الجديدة. مفيش حاجة جديدة هنا، اوكي ماشي. 24 اتفضل. انا ما اديتش سعر للسيفن يا جدعان، صح؟ انا نسيت يا جدعان. استنوا بس، الناس هتسرقها كده. بكام بقى الواحدة؟ ابيعها ب$3، يبقى مكسبي فيها حوالي $2. اوكي، ده كرتون البيض هنا، كيس جبنة. ايه الجديد ده بقى؟ ايه الجديد؟ تعالى يا شباب نرص الجديد ده. تعالى انا بحب ارص الحاجات الجديدة عشان نشوف ايه هي حكايتها ديت يا شباب. يا جدعان بقى السوبر ماركت عندي مزدحم ومليان بضاعة انا مش فاهمها. ده ايه ده؟ ده وات از ذس؟ ده ايه ده؟ ده رز بسمتي $8. يا جدعان الحاجات الجديدة دي غالية قوي يا جدعان، الحاجات الجديدة دي غالية جدا. ده ايه ده؟ ده دقيق. هات الكولا، هات الكولا، هات الكولا، هات الكولا. حط هنا يا شباب، ده رف الكولا والتاني رف السيفن. حلو قوي يا شباب، الدنيا بدأت ايه تزدهر اهيت. ارمي دي بس كده، تعالى نديها سعر قبل ما الناس تيجي ايه تلمها. هبيعها ب$3. ودي بكام؟ ب$3. يلا مش مشكلة، عندنا ما حد حوش. هات ايه ده؟ ايه ده؟ عصير تفاح. انا حطيت عصير التفاح جوه ما اديتهوش سعر، صح؟ والله ده عصير تفاح، التاني عصير برتقال. طب حلو قوي، استنى يا عم امتى اديله سعر يا عم؟ ما تقلبنيش، كله ب$3. يلا كل العصاير عندي ب$3. $3 ده صفر، ده $3. $3 مين يزود $3؟ نور النور بس عشان الناس ما تسرقنيش. ايوه حلو قوي، الدنيا ضلمه جوه، عايزين نجيب مصابيح. هات المصباح ده، حلو قوي كده، حطه هنا عشان الدنيا بس تنور كده. ده كيس جبنه، ده احطه هنا عشان نرمي الكرتونه بتاعته، عشان ما بحبش كراتين فاضيه تبقى عندي كتير في المحل. يا جدعان الدنيا ازدهرت. طب ده ايه ده؟ مخزن اضافي. استنوا مخزن اضافي، حلو قوي. وده ايه ده؟ ده انا كنت جايب اكتر من واحد. ايوه كده، ده التاني يا شباب. بقى عندي ايه 3 رفوف مخازن احط فيهم البضاعه ديت يا شباب كلها، عشان الراجل ايه يرصها اوتوماتيك. تعال نشوف ايه ده. ده انا اول مره اشوف البتاع ده. استنوا بس يا شباب، ده ايه ده؟ تعالوا كده يا شباب نديله سعر. ده باستا مش عارف ايه، ما علينا يعني، حاجات تبع مكرونه سباكيتي انا مش واخد بالي. $7، اوكي حلو قوي. ادي يا شباب رف المكرونه السباكيتي، في ناس كتير واقفه هنا عايزه. او ماي جاد، شايفين الطلبات زادت ازاي؟ شايفين يا شباب الطلبات زادت ازاي؟ 6-2. اوكي اللي بعده، واخد ايه ده؟ واخد عيش ومش عارف ايه. اوكي هات دولار، اوكي خد دولار، حلو قوي كده. طيب يا شباب انا قدامي جيش بضاعه هنا، هضطر ان انا ارصه وارجع لكم تاني. وبدات يا شباب يوم جديد، وعندنا عروض على السودا والحاجات الحلوه طبعا يا شباب، كميه تلاجات بقى. بص بقى الحاجات الجديده اللي انا رصيتها ولسه ما اديتهاش السعر. اول حاجه يا شباب النوتيلا، هندى يا شباب النوتيلا ديت $6، هي ديت تقريبا النوتيلا. لا دي بينا بانر، بينا بانر يا جدعان، والله انا كل ده فاكر النوتيلا، حتى مكسر اقرا اسمها. دي بقى انا مش عارف ايه سلط دي، انا مش فاهم. اللي يعرفها اكتبها لي تحت يا شباب في الكومنتات، بس يتاكد انه عمل لايك الاول. دلوقتي شباب معانا هنا اللبن، ومعانا هنا علبه ايدي دي، علبه الرز البسمتي، وعلبه المكرونه السباكيتي، وزيت الزيتون.
زيت الزيتون ب$6. حلو قوي. حلو ايه تاني يا شباب؟ ما ادينهوش سعر كده يا شباب. كل حاجه عندي تمام التمام. بس في نوع جديد يا شباب هنا من كاكولا ده، دي شركه زي بيبسي وكاكولا، دي بقى نوع تاني. بس الحمد لله الحاجات دي مش تبع المقاطعه، يعني الحاجات دي اسمها بولا بولا، اسبيرو بولا، حاجات زي كده يعني مالناش دعوه بيها. دي رخيصه، دي ب$2 ودي ب$3. ماشي. عصير التفاح ادينا له سعر، عصير البرتقال والسيفن. افتح المحل، افتح المحل يا باشا وخلي الزباين تيجي. او ماي جود يا شباب، شايفين الحاجات الجديده شكلها يفتح النفس ازاي؟ ايه الشاي ده؟ ايه اللي جايب الشاي ده هنا؟ طبعا المحل عندي بقى فيه كميه نواقص كتيره جدا. طبعا يا شباب انا معين دلوقتي 2، عايزين نوصل لليفل 20 عشان نجيب الكاشير التاني ونبطل ايه نحاسب الناس، لان انا تعبت من قصه حساب الناس دوت يا شباب. خلي الحاجه ديت هنا دلوقتي. الناس الشباب اللي كانت بتقول لي في الكومنتات انت بترمي العيش على الارض، يا شباب العيش جوه الكرتونه، العيش جوه الكرتونه يا شباب. اي حد بيبقى شايل طلبات البيت ساعات بيحطها على الارض عادي، احنا مش بنرميها في الشارع، احنا بنحطها على الرفوف، فاهمين؟ يعني بحطها في المخزن عشان نحطها على الرفوف عادي. ده عادي، محدش بيدوس عليها. استنى انا كنت هدوس، استنوا بس. دلوقتي يا شباب هنحط الحاجه هنا في المخزن عشان خاطر ايه الناس ترصها، الناس ايه الناس اللي شغاله قصدي ترصها. بقول لك ايه يا اسطى، شد حيلك، الحاجات الجديده بتتباع. نحط العيش ده فين؟ في رف عيش هنا، طيب مش عايزينه، تعالى يا شباب نحطه بس بره هنا ونطلب ايه طلبات جديده للحاجات القديمه، لان الحاجات القديمه عندي قلت بشكل كبير جدا. هات كيك وهات كاندي وهات هات ايه بقى، والله يا جدعان الواحد ما بقاش عارف ايه اللي ناقصه من مش عارف ايه. هات بن لان البن عليه حرق كبير جدا. وهات ايه تاني؟ انا ما بقتش عارف من كتر الطلبات، ما بقتش عارف. هات علبه شوكولاته. طب ايه تاني ما جبناهوش؟ جبنا كل الحاجات الجديده. حلو، هات علبه لبن من ديت. اطلب يا عم الاوردر دوت. الحمد لله، تعالى نسدد ديون من اللي علينا عشان لو لقيت علينا ديون ولا حاجه بالمره يبقى ايه احنا خلصنا من كل الفواتير. الحمد لله بقى عندنا فواتير كتيره جدا يا شباب. يا عم انت جاي تحاسبني ليه؟ عايزين يا شباب فاضل لنا كده ليفل ونوصل لليفل 20. تعالى يا شباب بقى نوصل لليفل 20 عشان نجيب عامل الكاشير التاني اللي هيقف هنا ويريحني كتير يعني. ايوه بقى يا معلم، الناس اللي بدات تشتري الحاجات الجديده اديله. ايه ده ما عنديش ولا ازازه ميه في المحل؟ ازاي؟ ازاي يا جدعان ما عنديش ولا ازازه ميه في المحل؟ مش ممكن يا شباب، مش ممكن. بصوا بقى هنا بقى الحاجات لما بتكتر انت ما بتشوفش حاجه قدامك. فعلا كل ما الحاجات بتكتر انت ما بتشوفش حاجه، ما بتعرفش الناس عايزه ايه ولا مش عايزه ايه. بصوا التلاجات مليانه، اعمل ديت يا عم تلاجه ميه يا عم، اعمل لكم تلاجه مخصوصه يا شباب للميه. مش عارف انا اعمل ايه للناس ديت. ماشي ادينا يا شباب اهو شغالين الحمد لله، والمحل شغال يعني الحمد لله كله خير. تعالى نرص الشوكولاته ديت هنا في اي حته دلوقتي لان انا ما بقتش عارف اماكن الحاجات فين. وكله خير يا شباب. دي علبه لبن من الجديده، حطها لنا هنا يا عم دلوقتي. خلي دي ايه ده بتقول مفيش ايه؟ والله الواحد ما بقاش شايف طلبات الناس يا جدعان. انا عايز ارص الكرتونه ديت يا شباب عشان ايوه عشان عايز ارميها. ده ايه ده بقى علبه بن، علبه بن. طب انا ما بقتش عارف يا شباب، ما بقتش عارف احط الحاجه فين. ماشي هات البن هنا مع البن دوت يا جدعان. اوبا يا جدعان السوبر ماركت كده يا شباب بقى مزدحم قوي وزحمه قوي. ده انا محتاج ناس كتير قوي تساعدني كده. الطلبات الجديده، الطلبات الجديده يا معلم. حلو قوي الطلبات الجديده يا شباب اشتغلت اهيت. حلو هات 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 هات. حلو جدا 26. عايزين نوصل للاوردر رقم $100 كده يا شباب، اوردر يكون ب 100. حلو قوي، حلو انت بترص، انت شغال. الله ينور انت، الله ينور عليك. عايزين نجيب عمال يا شباب. حوار ان انا ابقى شغال لوحدي دوت يا شباب متعب جدا. طيب دلوقتي يا شباب الدنيا بقت ممله، مفيش توسعات، مفيش اي حاجه، فانا هرجع لكم يا شباب ولما اشتري عامل الكاشير رقم 2. وها هي يا شباب اللحظه المنتظره، لحظه الوصول الى ليفل 20. واخيرا يا شباب وصلنا لليفل 20. شايفين يا شباب الاوردرات بقت بكام يا شباب؟ انا قاعد بقالي شويه بستقبل كميه اوردرات ب$80 و$70 و$60، وفي اوردر جالي ب$118. نسيت اصوره لكم، نسيت اصوره لكم، بس اخيرا يا شباب هيجي لنا الاعلى منه دلوقتي. طبعا وصلنا ليفل 20 اهوت. احنا قلنا هنعمل اول ما نوصل ليفل 20 نشتري عامل تاني، صح كده اهو. بس ده كاشير هاته مش مشكله، بقى واقف هنا اهو. حلو قوي، هو بقى يحاسب الناس يا باشا، ودوت يحاسب الناس وانا ارص بضاعه بس لحد ما اجيب عامل تاني نرص البضاعه. فانا كده شباب شلت ايد الحمد لله خلاص على حساب الناس، ودولت هم اللي هيحاسبوا اوتوماتيك اوتوماتيك. طبعا الراجل بتاع المخزن شغال، فانا هضطر يا شباب اشتغل معاه
طبعا المخزن عايزين نكبره، فهنروح دلوقتي يا شباب نشتري توسيع للمخزن. ايه ده عبد المنعم ده تعديت خالص، بقيت عمال تشتري توسيعات بس. اشتري يا باشا توسيع يا باشا، نشتري توسيع يا باشا. ايوه استنوا، اوبا حلو قوي بقى كده. محتاجين ارفف كده، نضطر يا شباب نشتري ارفف للمخزن ونور. المخزن ضلمه، اوبا يلا. يا ريتني يا اخي ما اشتريت كاشير تاني، كان زمان انا اللي واقف بحاسب الناس. ده انت هتشيل الناس يا جدع، ده الناس هتطفش، الناس هتطفش يا جدع. ما تيجوا يا جدعان تقفوا هنا، الكاشير ده فاضي. الله، ما انتوا مش عاجبكم يا شباب الكاشير ده ولا ايه؟ لا ما ينفعش كده. طيب يا شباب هنشتري يا شباب دلوقتي حاجات المخزن، مالناش دعوه الناس كده كده ايه تتعامل براحتها. فين؟ ايوه 1 2 3 هات 3. $600 حلوين حلوين حلوين. تعال بقى ايه ورينا بقى كده التوسيع. نسيت اجيب النور، نسيت اجيب النور يا شباب، انا مش شايف اي حاجه جوه. لا يا عم انا اروح اجيب نور يا عم، انا اروح اجيب نور، انا معايا فلوس ليه ما اجيبش نور؟ ده احنا هناخد كمان كارد من البنك، ده انا لسه مسدد الديون اللي عليا. هات كده البنك. اوه فتحت الكارد الكبير ابو 5000، نجيبه. اشتري يا باشا احلى كارد ابو 5000. ودلوقتي يا شباب انا نعمل ايه؟ استنى بس، ده اللعبه هتولع. ده تشتري، اشتري توسيعه تاني في المخزن. ايه رايكم يا شباب؟ اشتري توسيعه في المخزن، نشتري توسيعه كمان. اشتري توسيعه كمان، يلا اشتري توسيعه كمان. لا كفايه كفايه، تعالى يا شباب بس نجيب النور، عشان انا حاسس ان انا غلطت دلوقتي ان انا اشتريت توسيعتين مره واحده. فين بس النور؟ هات كده 10 8 لمط كده حلوين. ايه ده الساعه جت 9؟ الساعه جت 9. ماشي يا شباب، ما نستنى بقى يا شباب يعني الناس دي تخلص، نستنى الناس دي تخلص، ارجع لكم بعد ما الناس ديت ما تخلص. وات؟ وانا يا شباب بايف ليه الباب السر دوت اتفتح؟ ازاي يا شباب لما انا اشتريت التوسعات بتاعت البتاع دوت اتفتح لي عليه؟ بقى الراجل كده يا شباب مش مضطر يخرج بره المحل ويجي. او ماي جاد، انا ما اعرفش يا شباب ان الباب دوت بيتفتح اصلا. والله كفو عبد اماندو، والله اسطوري عبد اماندو، والله عاش عبد اماندو. والله يا جدعان ايه احلى سلسله عملتها في القناه، انا مش عارف اخرج منها، انا جالي ادمان في السلسله ديت يا شباب. ولكن يا شباب ما تخليش سلاسل الالعاب تلهيك عن الصلاه والصوم وعباده ربنا. اوعى شباب تخلى حاجه زي كده تلهيكم. انا قاعد اهو شايفين المصليه ورايا اهيت، بلعب اصور امنتج اصلي اصوم بس، ده حياتي اليوميه. فعاوزكم كده يا شباب تعملوا برضك نفس اللي عبد المنعم بيعملوا كده يا شباب، عشان ربنا ايه يبارك لكم في حياتكم وفي صيامكم. يلا بينا يا شباب نلعب اللعبه المفضله بتاعتنا يا جدعان، لعبه اسطوريه ادمان يا جدعان. بصوا يا شباب انا هنتهي اليوم دوت، وهنبتدي بقى يا شباب يوم جديد علشان الشمس تطلع ونشوف احنا بنعمل ايه، لان انا دلوقتي الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، بضاعه مرميه في الشارع وعمال عايزين يقبضوا وفلوس بالكوم علينا. هب بس اللمض، ايه ده فين اللمض؟ اشتري بس اللمض دي يا باشا، لان انا اكتر واحد دلوقتي محتاج اللمض. ايوه هات بقى اللمض دي عشان انور المخزن، اهم حاجه يا شباب المخزن ينور. تمام كده، هات لمبه كمان يا جدعان، بضاعه ومخزن. ايه يا جدعان ده كله يا جدعان؟ ده انا ظبطت الدنيا والله اني اسطوري. هات بس لمبه هنا كده، ايوه حط اللمبه دي كده على الباب عشان العامل ما يتكعبلش وهو داخل، وحط لمبه هنا تاني. انا نسيت صح ان انا ممكن اخش المخزن من جوه. جدعان دي بقت حلوه قوي يا جدعان، بس حلوه عاش. حط بقى لمبه هنا كده في النص، ايوه انا كده يا باشا نورت ايه المخزن بالكامل. نبتدي بقى ايه يا شباب نظبط تفاصيل المخزن، لان كده المخزن ملخبط على الاخر. شايفين انتوا طبعا شباب ملخبط ازاي؟ طبعا احنا دلوقتي هنحط ده كده، انا اشتريت توسيعتين، ها اشتريت توسيعتين، فطبعا ان انت تشتري توسيعتين ده حاجه جامده جدا مره واحده، عشان انا خدت كارد ب 5000 بس. طبعا يا شباب الكارد دوت لازم ادفع في اليوم ما لا يقل عن $250، مش عارف. هنروح نشوف دلوقتي الشباب ده ما يجيش هنا، يا سلام لو يجي، يا سلام لو يخدمني ويجي. ما جاش؟ طب ضيقه، لا ضيقه الارض واسعه، ربنا مصحى علينا، احنا ليه نضيقها على نفسنا؟ ايوه حط ده هنا كده، حلو قوي بقى. بص يا شباب بقى عندنا اكبر مخزن في اللعبه، وكمان ايه عندنا رفين. ده يا جدعان حلقه قلت لكم يا شباب الحلقه ديت انا هعمل فيها ضعف اللي انا عملته في الحلقات كلها اللي فاتت، يعني 6 حلقات فاتوا تقريبا انا عملتش فيهم كل اللي انا عملته دوت، ولا صرفت فيهم قد اللي انا صرفته في الحلقه ديت. يا جدعان حلقه اسطوريه بجد. طبعا انا هرص البضاعه دي كلها وارجع لكم. جاهزونا يا اطفال؟ اي كابتن. با
بص بقى شباب بقى، بص اللي حصل، بص اللي حصل، بص بقى المخزن المنور. شايفين يا شباب طبعا هو منور بنوركم انتم يا رجاله اللي عملتوا لايك. طبعا هنا نورنا المخزن، وهنا يا شباب نورنا السوبر ماركو، والدنيا لذيذه. طبعا انا قربت اوصل ليفل 21 والدنيا بقت تمام فل سمباتيك. انا مش عارف يا شباب، مش قادر اطلع من اللعبه، انا مش قادر اقفل، انا بقيت مبسوط. بصوا هدفنا بقى يا شباب الجاي، تعال اوريكم ايه هو دلوقتي. انا محتاج ان انا اجيب عامل تاني يشتغل في رص البضاعه. طيب دلوقتي عشان اجيب عامل تاني في رص البضاعه لازم اوصل لليفل 22، فطبعا ده موضوع صعب جدا، موضوع طويل جدا وممل جدا وكبير جدا. فهنستنى يا شباب لحد ما نوصل ليفل 22 وخير ان شاء الله يا شباب. بس انا هنا اقدر اشتري توسعات، بس بدفع الضرايب بس اللي عليها الاول، لان انا بقيت اكتر واحد مديون في العالم. ولكن الدنيا بقت لذيذه هي الحمد لله يا شباب وحلوه، ونقدر يا شباب نشتري توسعه للمحل للمخزن تاني، بس مش شرط يعني اذا ما عنديش شاي. ازاي اطلب هات شاي بسرعه بس بكره بقى يا شباب. طبعا يا شباب انا بعت جبت الشاي على طول اهوت، علشان ما ينفعش يبقى في نواقص عندي في المحل. زي ما انتم شايفين كده المحل بتاعي فول اوبشن متكامل، مفيش رف يا باشا ناقص له بضاعه، مفيش رف ناقص له اي حاجه الحمد لله. ايه ده، ايه الفضيحه دي، محتاجين دي ومحتاجين حاجات. طبعا الحاجات دي كلها موجوده عندي، ولكن عامل المخزن يا شباب مش قادر عيني يشتغل لوحده، مش قادر يكافح لوحده. وحط هنا شاي يا عم انت، وحط هنا شاي، هو هيجي بقى ايه يرص الباقي يا شباب، هو بيجي يكمل. بس لازم اكتب له اسم الحاجه ايه على الرف. طبعا انا جايب كميه شاي كتير هشيلها هنا يا شباب في المخزن. طبعا انا اتعلمت حاجه جديده يا شباب وانا بلعب كده، بصوا لو دوت شاي وعايز اشيله في المخزن ممكن اشيله فوق بعضه، يعني الرف بياخد اكتر من كرتونه. انا ما كنتش عارف يا شباب المعلومه ديت، يعني بصوا كل دوت رف واحد شال كل كميه الشاي ديت. بصوا شفتوا رف واحد شال شاي قد ايه؟ انا ما كنتش اعرف. لو انت معاك نفس المنتج تقدر تشيل منه تقريبا 6 كراتين او اكتر في نفس الرف، يعني شايفين؟ او ماي جاد، 6 كراتين شاي في نفس الرف، انتم متخيلين؟ انا ما كنتش اعرف يا شباب المعلومه ديت، كنت بحط الحاجه عشوائي، ما كنتش اعرف يا شباب المعلومه ديت. الراجل دوت اللي علمها لي، لقيته بيحط هنا كراتين الكاكولا فوق بعض، فعرفت ان هو ايه ينفع اشيل كل حاجه ايه فوق بعضها، فبذلك انا هجيب كميه بضاعه ما لا نهايه يا شباب في المخزن عندي. بص بقى انا هعمل ايه بقى يا شباب، هعمل حركه جامده، هعمل من كل اوردر ماكس. يعني انا يا شباب هشتري من كل اوردر موجود عندي في المحل ليفل الماكس بتاعه يا شباب. ليه؟ لان ما تبقاش عندي اي حاجه فاضيه في المحل. بس طبعا انا كده هبقى ايه مفلس ومطلوب ومديون، لان انا اكتشفت يا شباب ان انا عندي كارد بدفعله في اليوم الواحد 450 دولار، فطبعا دوت يا شباب رقم كبير. فانا بذلك محتاج ان انا فلست خلاص، انا تمام، انا كده شباب فلست. بس طبعا انا عندي بضاعه في المحل وبره المحل وفي المخزن تقريبا كده تعادل ال 10,000 دولار، فطبعا يا شباب هفضل ابيع فيهم يا شباب عشان نجمع 10,000 دولار. وبعد كده يا شباب هنكون وصلنا ليفل 22، فبذلك هنقدر نكمل. وكده يا شباب اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير، اتمنى تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين جدا بحلقه النهارده الاسطوريه ديت. اشوفكم يا شباب الحلقه الجايه، سلام.